بسم الله. دلوقتي احنا عايزين كل اوضه في المشروع نديها اسم. انا حسيت ان اقدر افرق بينهم ببرنامج الهاب، لو انا هصدر معلومات من الريفت للهاب يعرف كل اوضه باسم ايه. انا لو شغال برضو على الريفت بعمل حسابات ابقى عارف كل اوضه اسمها ايه. في طريقه العاديه ان انا اكتب انوتيت تكست واكتب اسم الاوضه، بس ده طبعا مش عامل ده، احنا شغالين ببرنامج الريفت. في طريقه اقوى من كده، من اركتكشر باجي على روم بيقول لي ان اسامي الاوض بالزهرة في الفيو دوت عايزه تظهر. ماشي مفيش مشكله تظهر، يا هنخاف يعني. هو اوتوماتيك اول ما بيلاقي منطقه متقفله بالحيطان بيعرف ان دي غرفه. اي لا مش بس كده، ده هو بيديني الحسابات بتاعتها. يعني هنشوف بعد كده ان احنا ممكن اقول له لا، يعني اكتب لي جنبيها الاوضه دي مساحتها كام في كام، حتى الاوضه دي السطح بتاعها مايل، حتى الاوضه اللي لها ظروف خاصه يعني منبعجة او اي حاجة، هو بيعمل الحساب بتاعتها. تمام خلاص كده. طيب هسميهم بقى، اجي هنا روم واسميها دي مثلا ايه، اوضة الفران ماوس. تمام اوضة ال سماها ايه، السموك التدخين، دي سماها اوضة التعذيب، يعني اوضة التعذيب يعني بالانجليزي مش مشكلة. سميها ستادي، اوضة المذاكرة، هي الاتنين واحد. تمام بالطريقة دي بسمي كل الأوض اللي أنا عايزها. لاحظ إن أنا كنت وأنا بعمل الروم كان بيديني لون مختلف بحيث إن أنا أقدر أفرق بينهم، ولما أقرب من أي أوضة بيعلملي عليها إن دي خلاص اتعملت. يعني في روم بتلاقي علملي على الأوض بحيث إن أنا أدور على الأوض اللي هي لسه مخدتش اسم لغاية دلوقتي، اللي لسه مسمتش. فاحنا هنسموهم كلهم إن شاء الله. السلام عليكم.